بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ومرحبا بكم مرة أخرى إلى هذه الفقرة لتعليم اللغة الفرنسية من خلال كتاب ليغي كومبوندر كالعادة. طبعا كنا قد انتهينا مع هذا الصوت كو. طبعا الصوت كو أنه يكتب بطرق أخرى، أيضا يكتب بالسي، يكتب بالسي، يكتب بالسي أش إلى غير ذلك. هنا طبعا نركز على هاد الكتابات. رأينا الصوت ك أنه يكتب كي إي ثم يكتب بك. هذه الفقرة إن شاء الله سنرى هاد الصوت. عندنا صوت آخر طبعا كما تلاحظوا أنه يكتب إي أو آغ، وخاصة أن هذا الصوت يأتي في آخر الكلمة. هذا الصوت ينطق يي، كأن هاد أو آغ تمثل أو أكسون إيغو. إذا نقول يي. مثلا نقول طابليي. إذا نتكلم عن وزرة. إذا عندنا هنا سلافات، إنه الاحتفال أو إنه العيد، أو فيلاج في القرية. سلافات أو فيلاج، إن الحفلة أو إنه العيد في القرية. إذا القرية محتفلة. سلافات أو فيلاج، سلافات أو فيلاج. بلي دو طابليي، بلي دو طابليي، المقصود هنا إيل نيا بلي دو طابليي، ليس هناك وزرة. معنى هذا ليس هناك دراسة. إذا طبعا الدراسة تستلزم من الأطفال أنهم يرتادوا الوزرة. مثلا في هذا اليوم ليس هناك وزرة. سلافات أو فيلاج بلي دو طابلي. طبعا هاد بلي كما ذكرنا بأنها بلوس، ولكن عندما تأتي في لانيغاسيون ننطقها بلي، ننطقها بلي. إذا هنا كما ذكرنا إيل نيا بلي سومو يوتيليزي بور لانيغاسيون. إذا عندنا هاد بلي مستعملة للنفي. Il n'y a plus de tablier. Il n'y a plus de tablier. C'est la fête au village, plus de tablier. On a mis de jolies robes, des petits cavaliers tournent au son de la musique. Regardez ici, par exemple, comme nous le voyons ici, on a des enfants qui montent sur des bicyclettes. Le cavalier, c'est celui qui monte à cheval. Le cavalier, c'est celui qui monte à cheval. Le cavalier, al-faris. Et d'un autre chose, la dirkab al-hissan. Et d'un autre cavalier. Les petits cavaliers, et d'un autre kalaman, forçant cigar. Et d'un autre hona, aïdan, on a mis de jolies robes. Allah, et d'un autre, on, d'accord, on fait ma sabak. On a bien, on a c'est un pronom indéfini. Et d'un autre, d'amir, غير محدد. يعني ممكن يعني أي شخص، ولكن هذا أو ممكن أنه يعوض أشخاصا ذكرناهم أو أشرنا لهم بمعنى معين في كلام سابق. مثلا سلافات أو فيلاج، إنه العيد في القرية. بلي دو طابليي، ليست هناك وزرة. ليس هناك أحد يلبس وزرة الدراسة من الأطفال، المقصود أن هناك عطلة. أونامي دو جولي غوب، أننا نضع فساتين جميلة. أنامي يعني أننا وضعنا دو جولي غوب فساتين جميلة. شكون هما هاد أننا؟ ممكن يكون الأطفال، ممكن يكون الآباء والأطفال، ممكن يكون أهل القرية. إذن الناس وضعت فساتين جميلة، وممكن أننا نتحدث خصوصا عن الأطفال. إذن تبقى هكذا. On a mis. Ici on a le verbe mettre. Il est مسبوق بالأكسيليير avoir au présent. حيت إلا كان هاد لوكسيليير avoir مثلا مصرف في لامبارفي، غيكون عندنا لو بلوس كو بارفي دو فيرب ماتر، غيبقى عندنا نفس هاد مي في هاد الزمن الآخر. إذا كما ذكرنا on a mis. إذا أننا وضعنا أو نحن وضعنا، ولكن ماشي نحن بالمعنى المعروف، لأنه لو أردنا أن نقول نحن لقلنا
نو زافون مي نحن وضعنا، ولكن غنكونوا عرفنا شكون حنا. مثلا فلان وفلان وفلان، نو زافون مي نحن وضعنا. او مثلا نحن سكان القرية، نو زافون مي نحن وضعنا. اذا هنا عندنا اونامي، يعني ان الناس وضعت تقريبا هكذا دو جولي روب، يعني ان وضعت فساتين جميلة. لي بوتي كافالي، لي بوتي كافالي، اذا لي بوتي كافالي تورن، تورن، اذا لي بوتي كافالي تورن، اذا نتكلم على الفرسان الصغار، انهم يدورون. او سون دو لا ميزيك، ان الاطفال يركبون السيارات مثلا، يركبون دراجات، يركبون حيوانات موجودة مثلا فوق هاد المنصة، ثم ان المنصة تدور في نفس الوقت تكون هناك أصوات موسيقى. إذن طبعا هنا عندنا الفرسان الصغار يدورون على صوت الموسيقى. الصوت هو لصون، لصون هو الصوت. تورن طبعا عندنا لو فيرب تورني. أو بريزون لي بيتي كافاليي تورن، الفرسان الصغار يدورون. أو سون دو لا ميزيك، إذن على صوت الموسيقى. إذن سلا فيتو فيلاج بليتو طابليي. On a mis de jolies robes, des petits cavaliers tournent au son de la musique. إنه الاحتفال في القرية، إنه العيد في القرية، تجيب نفس المعنى. ليست هناك وزرة، المقصود هنا بأن الأطفال من غير المفروض عليهم في هذا اليوم أن يلبسوا الوزرة. فبدل ذلك أن الناس وضعت فساتين جميلة، ثم أن الفرسان الصغار يدورون على صوت الموسيقى. C'est la fête au village, plus de tabliers, on a mis de jolies robes, des petits cavaliers tournent au son de la musique. Après, on a ces syllabes, comme nous le voyons, lié, lié, vié, sié, nié, bié, tié, tié, dié, pié, mié, mié, mié. Nous reprenons, lié, vié, Sié, nié, bié, bié, tié, dié, pié, mié. Après on a pas de premier, pas de premier, pas de dernier. Tournez, tournez, les petits cavaliers. Idem, pas de premier, pas de premier. Laissez hunaka awel. عندما يكون الأطفال مثلا على المنصة في دائرة، طبعا الدائرة ليس فيها أول ولا آخر، على عكس مثلا لو كان عندنا خط، لو كان عندنا مستقيم سيكون هناك الأول والثاني والثالث والرابع. إذن هنا ليس هناك أول، حتى شي واحد فيهم ما غادي يجي هو الأول. با دو بخومييي، با دو ديرنييي، وليس هناك آخر. إذن با دو بخومييي، با دو ديرنييي، تورني تورني. طبعا رأينا في البداية، رأينا هنا لي بوتي كافالي تورن، الفرسان الصغار يدورون. هنا عندنا أمر تورني تورني، دورو دورو. لي بوتي كافالي، أيها الفرسان الصغار، ليس هناك أول وليس هناك آخر. دورو دورو أيها الفرسان الصغار، المقصود هنا ليس هناك أول منكم وليس هناك آخر منكم. لن يغضب منكم طفل فيقول بأنني في المرتبة الأخيرة، ولا يفرح آخر بقوله بأنني في المرتبة الأولى. إذن عليكم أن تدوروا، دوروا دوروا. لي بيتي كافالي، أيها الفرسان الصغار. با دو بخومييي، با دو ديرنييي، تورني تورني، لي بيتي كافالي. با دو بخومييي، با دو ديرنييي، تورني تورني، لي بيتي كافالي. إذن عندنا هذا الصوت كما تلاحظوا، با دو بخومييي، بخومييي، ميي. إذن الأول، في المؤنث نقول بخوميييغ، لا بخوميييغ. إذن في المذكر نقول بخوميييي، با دو بخومييي، با دو ديرنييي، با دو ديرنييي، ديرنييي، با دو ديرنييي. لو ديرنييي الأخير. في المؤنث نفس الشيء، نقول ديرنييغ، يعني نضيف أ
ثم نضع الهد أو نضع أكسون غاف. إذا سنقول ديرنيير، وهذا طبعا في الكثير من الكلمات التي تأتي على هذا المقاس. با دو بروميي، با دو ديرني، تورني تورني، دورو دورو. طبعا لو قلنا هنا فو تورني سيكون المعنى أنتم تدورون، فو تورني سيكون الصرف ديال الفعل تورني أو بريزون، ولكن هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا لو فيرب تورني الامبيراتيف، تصرف في الأمر. تورني تورني لي بوتي كافالي، الفرسان الصغار، المقصود بها طبعا أيها الفرسان الصغار. با دو بروميي، با دو ديرني، تورني تورني لي بوتي كافالي. با دو بروميي، با دو ديرني، تورني تورني لي بوتي كافالي. إذا كما قلنا سي لا فيت أو فيلاج، سي لا فيت أو فيلاج. بلي دو طابلي أون أمي دو جولي روب، إذا هم وضعوا فساتين جميلة. أون أمي دو جولي روب، لي بوتي كافالي تورن أو صون دو لا ميوزيك. طبعا كما رأينا لي في سي ني بي تي دي بي مي. با دو بروميي، با دو ديرني، تورني تورني لي بوتي كافالي. إذا عندنا هنا لو كافالي، لو كافالي سي سلوي كي مونت الشوفال، إذا الشخص الذي يركب الحصان يسمى لو كافالي. طبعا ممكن نتكلم عن لا كافاليير، لا كافاليير طفلة مثلا أو السيدة التي تركب الحصان. إذا في حالة مؤنث دائما نضيف أ ونضع أكسون غاف هنا على هاد أ. ثم عندنا لو بابي، فوالا سي تان بابي، سي تان بابي، نتكلم عن ورق، الورق يسمى لو بابي، لو بابي. ثم عندنا لو باني، لو باني، لو باني، فوالا سي تان باني، سي تان باني en osier. C'est un panier en osier. Les paniers en osier. Les paniers en osier. Et dans on a indana le panier. Tout ma indana l'épicier. 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 Al-baqal. L'épicier. Al-baqal. Tout ma le grenier. Le grenier. Le grenier. La tekalam al-gharfa mawjouda fi al-tabaq al-thani. تستعمل للتخزين، تخزين الحبوب أو توضع فيها أشياء أخرى. إذا لو غوني، لو غوني، لو برومي، لو برومي، با دو برومي، أنا إيسي لو برومي الأول. وبنفس الطريقة ممكن نتكلم عن لو ديرني الأخير، الشخص الذي يأتي في آخر مرتبة نسميه لو ديرني. ثم عندنا لاتولي، لاتولي، لاتولي. طبعا الكلمة هي أتولي، هذه ديال التعريف لو أتولي الورشة لاتولي. أنسويت هنا لو بوتي، لو بوتي، أون باغلي سي دو لارتيزون كي فابريك أو فون دي فيسيل أون تيغ. لارتيزون صانع اليدوي، صانع التقليدي كي فون دي بو، الذي يبيع جرات كي فابريك او فون ديبو، كي فابريك او فون ديبو، الذي يصنع او يبيع جرات او دي فيسيل دو تيغ، او يبيع مثلا صحون من الطين. اون لابيل لو بوتي، اون لابيل لو بوتي، اذا نسميه لو بوتي كما نقول الطيان الذي يصنع الاشياء من الطين يسمى لو بوتي. لو كي، لو كي، فوالا ستانكي، فوالا ستانكي، لو كي الدفتر، لو فيرمي، لو فيرمي، لو فيرمي المزارع. نتكلم احيانا عن لا فيرم، لا فيرم المزرعة. طبعا هناك لو فيرمي المزارع، وهناك لانفيرمي، لانفيرمي يعني الممرض. وبنفس الطريقة ممكن نحصل على لا فيرميير يعني المزارعة، أو لانفيرميير الممرضة. إذا نعيد لو كافاليي،
le papier, le panier, l'épicier, le grenier, le premier, l'atelier, le potier, le cahier, le fermier, qui se termine par yé, par exemple, vrier, vrier, blier, crier. Vrier, blier, crier. Blier, la kalimat, oublier, 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 yani nasiya. طبعا نتكلم هنا على الافعال. الافعال هناك الكثير منها طبعا ينتهي ب ار كما ذكرنا، واكيد ان منها من ينتهي ب اي او ار. طبعا ذكرنا فيما سابق بان او ار في الافعال تنطق ك او اكسون ايغو، مثلا لو فيرب بارلي، مثلا لو فيرب مانجي، مثلا لو فيرب ريستي، مثلا لو فيرب مارشي. إذن كل أفعال منتهية أو إر، هاد أو إر تنطق ك أو أكسون إيغي، يعني تنطق إي، تنطق إي. طبعا الأفعال المنتهية بإي أو إر ستنطق في آخرها يي، مثلا ككلمة أوبليي، أوبليي يعني فعل ناسية. جي أوبليي يعني أنا نسيت، جي أوبليي مي دوفوار يعني أنا نسيت واجباتي. أوبليي، لوفغيي، لوفغيي. طبعا لوفغيي المقصود به العامل، لوفغيي العامل. ثم عندنا لو طابليي، لو طابليي كما راينا بلي دو طابليي، بلي دو طابليي. فيفغيي، لو موا دو فيفغيي، نتكلم هنا على لو موا دو فيفغيي. اون بارلي سي دو موا دو فيفغيي، اذا نتكلم عن شهر فيفغيي. جانفيي فيفغيي، اذا نتكلم عن الشهر الثاني من السنة الشمسية. لونكريي، لونكريي، فوالا سي لونكريي. اون بارل ايسي دان بوتي فاز دون لوكيل اون مي دو لونكر، إناء صغير نضع فيه المداد، نضع فيه المداد، حيث نأخذ هذا المداد عن طريق ريشة. لونكريي، إذا عندنا لونكر يعني المداد، لونكريي كما نقول المدادية، كما نقول المدادية، تماما مثل الكلمة الأخيرة التي عندنا هنا. نتكلم أحيانا عن لو سوكر يعني السكر، الإناء الذي يوضع فيه السكر يسمى لو سوكريي، لو سوكريي. إذا حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.